نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع مجلس النواب محاضرة إلكترونية بعنوان الدبلوماسية البرلمانية لأعضاء المجلس، قدمها السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض السفير الإطار السياسي والقانوني للدبلوماسية البرلمانية البحرينية والعلاقات الإقليمية والدولية والدبلوماسية البرلمانية والقوى الناعمة والدبلوماسية البرلمانية، إضافة إلى تحديد خصائص الدبلوماسية البرلمانية والتقليدية. أشاد السفير بإصلاحات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في وضع الإطار السياسي والقانوني للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، الأمر الذي ساهم في الارتقاء بمكانة البحرين لتكون سباقة في العديد من المجالات. وتطرق السفير لأهمية تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية والدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركة أعضاء مجلس النواب في احتفالات السفارات في مملكة البحرين وحضورهم للاجتماعات الدولية والإقليمية، ومؤكدا على أهمية الحرص على توحيد الرسالة بما يتناسب مع سياسات المملكة.